نروح شوية للشأن العالمي وروسيا. من أيام كنا شفنا إن في كده توقيع على اتفاقية بتعلن فيها ضم 4 مقاطعات أو 4 مناطق كبرى في أوكرانيا للأراضي الروسية. طبعا دي خطوة مختلفة ومهمة ومغيرة في مسار التوتر في العلاقات ما بين الدولتين، ما بين روسيا وأوكرانيا. بنتكلم النهاردة على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيعلن توقيعه مرسوم رسمي رئاسي بيضم 4 مناطق، هي لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا وكمان دوناستك. خلينا نشير أن زابوريجيا دي هي مقاطعة فيها المحطة النووية، فطبعا بنتكلم في مقاطعات مهمة جدا، وان روسيا تاخد هذا القرار وهذه الخطوة بناء على استفتاء حصل في هذه ال4 مناطق، واهالي ال4 مناطق دول صوتوا على ان هم موافقين على ان بلادهم او مقاطعاتهم تنضم للاراضي الروسية. طبعا في ردود افعال دولية كتير جدا، من سواء من اوكرانيا طبعا اللي حاليا بيعلن توقيعه على مفاوضات، بترفض المفاوضات بشكل رسمي مع روسيا. الاتحاد الاوروبي ليه تحرك وبيعلن عن عقوبات جديدة، يعني تصاعد كبير جدا في المشهد الروسي الاوكراني. خلينا نحلل الموقف ونحلل المشهد، وبينضم لينا على التليفون دكتور خطارة ابو دياب، استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باريس. برحب بحضرتك يا دكتور. طيب احنا بنحاول الوصول لدكتور خطار، وزي ما قلنا احنا يعني في توتر كبير جدا حاصل في العلاقات ما بين روسيا واوكرانيا، يعني بنقترب من مرور سنة على الحرب وعلى التدخل الروسي في اوكرانيا، ولكن التوتر مستمر والتصاعد مستمر. رجع لينا مرة تانية دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باريس. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بحضرتك وسعداء بانضمام حضرتك لينا، وعايزين نحلل المشهد ونحلل الموقف والتطورات اللي بتحدث من قبل روسيا وإعلانها ضم 4 مقاطعات لأراضيها من أوكرانيا. حضرتك بتشوف إزاي إعلان بوتين النهاردة توقيعه ليه مرسوم رئاسي بضم ال4 مقاطعات؟ يعني بالفعل الرئيس بوتين يكرس ما كان يهدف إليه منذ بداية العمليات العسكرية، يكرس ما يسميه ضم الدنباس إلى الأراضي الروسية، ويعتبر أن الاستفتاءات تتيح له ذلك. لكن هناك نقاش كبير حول القانون الدولي وإمكانيات هذا الضم. هناك رفض من قبل الأمم المتحدة، من قبل الدول الغربية، ويبدو أن هذا الموضوع سيكون محور جدل ومحور استمرار للصراع حتى إشعار آخر. إذن دكتور خطار، حضرتك بترى أن هذه الخطوة ممكن تكون بتوقف المفاوضات ما بين روسيا وأوكرانيا، وفقا كمان لإعلان النهاردة زيلينسكي الرئيس الأوكراني أنه هو بيوقع مرسوم بوقف المفاوضات مع روسيا. هل ده معناه انتهاء المفاوضات أو محاولة المفاوضات مع الجانب الروسي، ولا لسه في نوع من الأمل لعودة المفاوضات؟ في المرحلة الحالية على المدى القريب ليس هناك من أمل لعودة المفاوضات، لأن كل طرف صعد عليا إلى الشجرة ولن ينزل الآن. السيد زيلينسكي منذ البداية يناور ويعتبر أنه لا بد له من أن يحرز تغييرا في ميزان القوى قبل أن يفاوض، والمفاوضات الجدية الوحيدة بين الجانبين كانت الاتفاق حول تصدير الحبوب. بجهته الرئيس بوتين لم يرغب يوما بلقاء زيلينسكي، ولا اعتقد انه متحمس للتفاوض معه. اذا ليس هناك رغبه بالتفاوض، وزد على ذلك ان الولايات المتحده الامريكيه مصره على الاستمرار في لعبه استنزاف روسيا في اوكرانيا. بذكر الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اتهام روسي ليها بأن هي بتفشل المفاوضات في كييف، وأن الولايات المتحدة وبريطانيا عايزين ينقلوا الأعمال العدائية لداخل روسيا، حضرتك بترى موقف الولايات المتحدة إزاي؟ يعني ليس هناك حتى الآن من رغبة على الأقل ظاهرية لحلف شمال الأطلسي أو لواشنطن في نقل الأعمال الحربية إلى روسيا.
لكن كما نعلم كل يعلم متى تبدأ الحرب لا يعلم متى تنتهي. يخشى من انزلاق يمكن أن يحرك الأمور ويوسع نطاق الحرب، لكن حتى اللحظة تتم الحرب على أرض أوكرانيا وتدمر أوكرانيا بالمقام الأول. طيب دكتور خطار، خليني أسأل على موقف أوروبا والاتحاد الأوروبي وموافقته على فرض عقوبات جديدة. هل فرض العقوبات الآن أصبحت ذات تأثير وذات يعني تأثير كبير ممكن يحرك من الموقف الروسي ويقلل من التقدم الروسي ويقلل من تعنت روسيا كمان في الأراضي الأوكرانية، ولكن يعني موقف المفاوضات أو العقوبات الآن أصبح عامل إزاي؟ يعني تعود الغرب في الفترة الأخيرة أن يستعمل سلاح العقوبات، وهذه المرة الاتحاد الأوروبي بدأ مع الولايات المتحدة حملة عقوبات شديدة ضد روسيا، وحتى اللحظة روسيا من خلال مصرفها المركزي من خلال إمكانياتها في بيع الطاقة ومواردها الغنية تتمكن من عدم التأثر كثيرا بهذه العقوبات. الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الرهان هو على أذى هذه العقوبات في المدى المتوسط والطويل، ولذا الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع وإزاء عدم المرونة من أي جانب يجد نفسه مصطفا خلف الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن في مجابهة عالمية، روسيا قطبها من جهة والغرب قطبها من جهة. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باريس، ودي كانت أو كان تحليل للمشهد الروسي الأوكراني.